Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. كوب من العدس، نوضع ماء من الصنبور وبننتظر لمدة ساعتين، نتركه لمدة ساعتين. هيك بعد ساعتين نتخلص من الماء وبنوضعه بالخلاط وبنوضع 1 كوب ماء من الصنبور، ماء فاتر يكون، يعني درجة حرارة الغرفة، يعني لا هو سخن ولا هو بارد، ماء عادي. يعني لكل كوب عدس ناشف كوب ماء. نعمل محسن الخبز، 2 معلقة كبيرة خل، ومعلقة صغيرة بيكربونات الصودا، وبنحرك وبنوضع الملح حسب الرغبة، الملح حسب ذوقكم. أنا وضعت 0.5 معلقة صغيرة، ممكن نوضع الزعتر، نوضع الكمون، أي نوع توابل حسب ذوقكم. نطحن المكونات جيد مثل ما انتم شايفين، نطحن المكونات جيد، هيك أصبحت جاهزة. طبعا نوضع ورق زبدة، نسكب على ورق الزبدة. الحجم هو اختياري، حجم الخبز هو اختياري، ممكن نعمل حجم صغير وممكن نعمل مثل هيك حجم كبير، كيفكم. بنشغل الفرن على درجة حرارة أعلى شيء، بنشغل الفرن الحرارة من الأعلى ومن الأسفل، نوضع الخبز بالرف الأوسط. المدة هي تقريبا 7 دقائق، ولكن لازم انتو تراقبوها حسب نوع الفرن. المدة هيك احنا بنترك 5 دقائق يرتاح، بعدين نرفع ورق الزبدة. وبصراحة هو الخبز ناس كتير طلبوه مني، مثل ما انتو شايفين كيف هو، يعني نتيجة كتير روعة، ولكن الطعم بصراحة مش كتير أنا عجبني الطعم، ولكن ممكن يعجب ناس تانية، هو أذواق. في أمان الله، انتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كتير لكم. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.